شهد سعر صرف الدينار التونسي منذ بداية الشهر الحالي تراجعا حادا مقابل العملتين الأجنبيتين الأساسيتين اليورو والدولار. والسبب الأساسي حسب خبراء الاقتصاد هو تواصل عجز الميزان التجاري. العملة التونسية في أدنى مستوياتها هذه الأيام مقارنة بالأورو وبالدولار وبأسواق الصرف العالمية، والأسباب عد معها. وضيفنا لتحليل هذا الملف الاقتصادي هو الأستاذ محمد جراي، الخبير الاقتصادي والمالي. مساء الخير سي محمد. مساء أهلا الخير. وسهلا. إذن العملة التونسية اليوم في أدنى مستوياتها هذه الأيام مقارنة بالأورو وأيضا بالدولار وبأسواق الصرف العالمية، لو نبسط الأسباب للمشاهدين. هو في صفة عامة وقت نقولوا فما عملة مدهورة أو مدنية بمقارنة بالعمل العملة متاع البلدان الأجنبية أو البلدان المقارنة، هذا يرجع أساسا إلى هشاشة الاقتصاد وضعف نسبة النمو الاقتصادي، وهذا اللي قاعدة تتعدى به البلاد متاعنا. زد على ذلك أنه عندنا عجز كبير في ميزانية الدولة مما يجبرنا للخروج للسوق الخارجية لتكملة الموارد وتغطية المصاريف في شكل مديونية، وتفاقم المديونية ينجر عليه أن نحتاج لشراء العملة الصعبة، وعلى قد ما يكثر الضغط والطلب على العملة الصعبة بطبيعة الحال ونشريها غالية نقولوا احنا، يعني فما تدني وتراجع لقيمة الدينار. عندنا زاد إشكال آخر هو الميزان التجاري، المقارنة ما بين الواردات والصادرات، وتفاقم الواردات وتقهقر وتقلص الصادرات خلى المخزون الاحتياطي من العملة الصعبة متاعنا يتراجع تحت ذاك الحد الاحتياطي اللي هو 100 يوم من المعاملات، وهذا زاد كيف كيف من شأنه أنه في كل عملية استيراد أو توريد نحتاج باش نخرج على السوق الخارجية ونشري معناها العملة الصعبة وبطبيعة الحال نشريها بأثمان باهظة. فما زاد مشكل تعطل آليات الإنتاج والاقتصاد بصفة عامة بسبب الضربات وتواصل الاعتصامات وتقهقر آليات الإنتاج في بعض المناطق المهمة والحساسة، خاصة قطاع المناجم أو القطاعات الواعدة. فما زاد نوعا ما من العزوف بين المستثمرين الأجانب لتطوير الاستثمار أو معناها المجيء البلاد متاعنا للاستثمار، وفما وهذا ينقلوه مع كل أسف بعض المستثمرين قاعدين يعني يخرجوا من البلاد وإلا قاعدين يسحبوا الأموال متاعهم والاستثمارات متاعهم، وهذاك من شأنه أنه زاد كيف كيف يضغط على القيمة متاع الدينار ويحدث طلب متصاعد. هذه الأسباب، لكن ماذا عن التداعيات؟ ما هي تداعيات ذلك على السوق المحلية وخاصة على أسعار المواد الأساسية؟ بطبيعة الحال إذا كان عندنا مواد أساسية مستوردة وما ننتجوهاش احنا كبلادنا وجاية من الخارج، مش نشريوها بالعملة الصعبة، وهذا يحدث ضغط إضافي وطلب إضافي على العملة الصعبة، وبطبيعة الحال مقارنة بالدينار اللي يشهد تقهقر لأنه كل مرة نحتاجه باش نشريه العملة الصعبة باش نغطيوها. والإشكال زاد كيف كيف إذا كان احنا في المعاملات متاعنا نستحقوا لمديونية أو نستحقوا لقروض لبعض المشاريع أو لبعض معناها المجالات، زاد كيف كيف وقت اللي يحل الأجل متاعها مش نخلصوها ومش نأديوها بالعملة الصعبة، وهذا كيف كيف يحدث ضغط إضافي على الدينار التونسي. طيب ختام، ما هي الحلول العاجلة يعني أو الآنية لتفادي هذه أنا عن فكري أنا وتحسب تقديري فما حلين اثنين. الحل الأول هو سياسة من التقشف وترشيد المصاريف وخاصة المصاريف اللي هي بالعملة الصعبة، وسياسة التقشف تبعتها برشا بلدان في حالة مماثلة وعندها جدوى، لأنه إذا كان من لا نكبح جماح المصاريف والنفقات اللي بالعملة الصعبة التدهور متاع قيمة الدينار ما هوش مش يقف. الحل الثاني هو العودة للعمل، لأنه لاحظنا أن التونسي ما عادش يحب يخدم وما رجعش للعمل يعني كيف يسالف نشاطه، وإعادة الآلة الاقتصادية لسالف نشاطها ودعم كل ما هو منتوج محلي ومنتوج قابل للتصدير أو للاستهلاك المحلي هو الحل، لأنه ممكن يعمل وفرة على السوق الداخلية ويخفف من الضغط على الأسعار ومن التضخم المالي ويعطينا سيولة ويعطينا دفع في استقطاب الأموال الأجنبية إذا كان العملية متاع تصدير. واضح. نشكر الأستاذ محمد جراي الخبير الاقتصادي والمالي، شكرا على الحضور. شكرا. والإضافة